اهلا فيكم في فيديو جديد. اليوم تم تترجاني ساعتين مشان نرجع نعمل تحدي الايموجيز. انا وانا بتعرفوا انه هذيك المره كنت مرضان وما لي خلق. على فكره هو ضل ساعه يترجاني انا شو مشان ينتقم لك. لا انا لا انا ترجع انت لك ليكو حتى الحمراء وتباست ايدي اجي العب. يخرب بيتك شو بيه شو هاد شو انا بس ايدك. يخرب بيتك كذاب. راح رسم العمى. شو كذاب. انا بدي بوس ايدك. مو هذا اللون نفسه. لا مو نفسه على فكره. يا حرام على فكره هذا اللون مو نفس اللي انا حاططه. انا لبست ايدك لك على القليل لما ترسم شفايف. عارف ارسم انت شفايفك مجعلكين. المهم اصدقائي اليوم يعني كالعاده بس مو كالعاده اليوم اكسترا كالعاده راح فك وجهك وحطه تحت الضغط الهيدروليكي. انا اصدقائي والله ولا انا ما كنت بدي اخسره. الواحد لما بده يبوس ايد بمسك هيك وبوس. ليش هيك الشفقه بدي امسك لانه كنت كنت ماسكتيها. انا كنت عم هربها فانت كنت ماسكتيها بالغصب وتشدي وتشدي وتشدي. رح نلعب تحدي الايموجيز بامثال شعبيه. تعرفوا الفكره كلياتها. بنعرف الفكره كلياتها. بنعرف مين حيفوز بس انه هيك يعني بنتسلى شوي. يلا يلا جاهزين. جاهزين. ثلاثة الباب اللي بيجيك منه ريح دغري. انا الباب. شو هي ثلاثة ودغري. لا في اثنين لا في واحد. ياسمين 1-0. هاي هاو ار يو ماي فريند. عاد شباك ما بصير اقول لك واحد. خلص لا تبكي حمال لا تبكي. هاي صعبة. يلا فوت الحمام ومتى تخرجه. واحدة اول واحدة على طول بعطيك اياها هيك مشان تفكري حالك. اه انا كربت. احترنا يا صلعة من النمبوسك. احترنا يا قرعة من النمبوسك. لا هي احترنا يا قرعة من بدنا نمشطك. مشطك ما في لا مشط ولا بوسة ولا شيء. الله بيعطي الشعر للي ما الله بيعطي المشط. خلص لا هو مزبوط بس اثنينكم حكيتوا طيب يعني هي احترنا يا اصلا من وين بدنا نمشط. انا قلت لا انت قلت قرعة. هي يعني هي تختلف من مكان لمكان بس انا عرفت انا عرفت الحكمة. يا قرعة من وين بدنا نمشطك. انا قلت صح. انت قلت نبوسك. ما راح اعتبرها لحدا. لا المفروض كانوا يحطوا مشط. هي صعبة. الحلو حلو لو فاق من النوم. البشع بشع لو تحمم كل يوم. هي مو تحمم. هي الاصل تحمم بس انا حاطينها مكياج كل يوم. مكياج كل يوم. يلا مو مشكله مزبوط. اثنين هذيك. يا طيب انت ما هدا لك. والله هذيك اللي كانت. لا ما كانت. انا خش عشين. انا قلت صح. هاي مفروض سهله. ها دغري. ها ليك ليك ثواني ثواني. ها وصلكم. وصل وصل. بخلق من شبه 40. ايه انت شو شوفي بلحف بلحف خلاص نينات. ايه خالص امورك باللوز. لا ارجع عين غزال. انا انت ابدا. لا انا ابدا. سهلة نينات نينات على ما سوا سوا. لا مو سوا. لا والله انا قلت قبل. في حكم. قلت الارض ام هو اعلى. في حكم. ما بعرف في حكم. تعادل. هاي مو نحن نينات نينات. ايه اللي بعده. هاي صعبة. يلا اوكي. مثل البعوض لا بتنام ولا بتخلح لينام. لا لكم اول كلمة منه. جاهزين. صار صار الدبانة خزانة وصارت تنام بكير او تسهر تحمل مفتاح تفيق بكير. صار الدبانة دكانة وصارت تفيق بكير. لا صار للدبانة دكانة وصارت تسكر على بكير. مزبوط. ايه بس هي لالي صح؟ لا كل مرة هيك انا اللي عم نجيبها. هي بتعرف الاحرف تبعها بس مين اللي عم نجيبها؟ مين اللي قالها صح؟ النقطة لياسمين. لانه اكثر من مره صارت معنا انا ما عم خاوز. يعني لمين هلا؟ لياسمين. 3-2 لياسمين. يلا مين روح ما اجي. العين بالعين والسن بالسن والباري اظلم؟ يعني قريبه. صرب بالصاع صاعين؟ غير مثل بنوب بس حط اصبعتك بعينك مثل ما بتوجعك توجع غيرك. ما بعرف هذا المثل اصلا. حط اصبعتك بعينك. لا جرب احط اصبعتي لهيك. حط اصبعتك بعينك. لا بدي احطها بعينك. حلو 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 وسام. حلو وسام. اوكي تلاتات. ولك انت فشله. لك انت الفشله. اذا حبيبك عسل لا تلحسه كله. مظبوط.
يا عينك ليش بس بدي افهم ليش بتقول ثلاثة وبتبعتها؟ يعني هو قال ثلاثة انا كنت هون تمام انت اوكي لسه في وقت طلعت هيك ولقيت تحت لقيت الصورة مبعوتة جاهزين؟ روحي الايده بالماي مو مثل ايده بالنار مظبوط لك انا انا الملك الامثال والاغاني والكذا بس بدكم مين يفهم لك انا عرفتها انت بس عم اضحك معلش اربعه يلا سدي 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 مثل لسان الحصان لا قريب كثير الحمار مو من هاي الفصيلة يعني مو اصدقائي شو هاي؟ عن جد كتير على فكرة غريبة هو حاطين نص المثل هون هو بيكفي نص المثل كلمتين لسانك حصانك لسانك حصانك ان صنته حصانك وان خنته حصانك فشالك فشالك ان شلته شالك وان خنته خانك خلص عم تحكي انت هلا مع مهندس لو سمحت يعني احكي باحترام مين مهندسة؟ انا بكره بدوب الثلج ببان المارتش مظبوط او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد قديش انا معلم انت كل نقاط اخذتي هون يا اما انا لمحت لك عليه يا اما لا انت اللي لمحت لي عليه لا بس الوحيدة ومثل فاشل هذا المثل بالذات كثير فاشل وسخيف ضربني واشتكى سبقني واشتكى ضربني وبكى سبقني واشتكى وسام مضغوطة لا تضربني يا المضغوطة اه صح صح على فكرة مع انه انا قلته صح لا 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 مثل كثير طويل انا بتوقع ياسمين راح تعرفه غسل وشك ما بتعرف مين ببوسه وكنس بيتك ما بتعرف مين بدوسه يا لطيف لك هنا ما اعرف على فكره كنت بدي اقوله الملعب والله كنت بدي اقوله هنا تصنع المعجزات ممكن اصابيعك مثل بعض في ايه شو راح تبكي يا حرام في ايه لك هو طيب عم يشوش علي كثير والله العظيم ما هو هي اسلوبه خلصنا خلص عم تشوش علي مخي ما عاد يستوعب من قبل من قبل لا مو من قبل عم تشوش علي قديش نتيجة يا حكا لحظة تجريب ضربة المعلم بألف ضربة الشاطر بألف شو هاي أصدقائي ساعدوني ساعدنا رح ساعدكم رح لكم أول كلمة تمام جاهزين أوكي جاهزين ألف ألف قلبه ولا غلبه؟ مظبوط ألف هشلة ولا فشلة؟ مظبوط ألف نقلة ولا فجلة؟ سبعة ثمانية ستة إيد واحدة ما بتصفق مظبوط ثمانية سبعة بلا بلا شوف هي مو إيدي واحدة شوف شو راح تصفق البيضة من الدجاجة من جابها البيضة من بعضها لا بده يعرف البيضة من الدجاجة من جابها البيضة من بعضها لا رح ساعدكم الديك بس هيك كلمتين؟ لا الديك ها الفصيح من البيضة فصيح والله ما حدا عارفها كثير انا يعني ما ببلع يا حبيبي ببلع لانه هي كفتها كفت النص ببلع صارت ثمانات وسام شد انت يا وسام شد 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 هيك هيك شيء احلى هيك شكرا انت اللي بضغط وجهك بالضغط الهيدروليكي ميت جبان ولا الله يرحمه؟ لا كثير مشهورة التوابيت جنازة شو؟ التوابيت ميت جنازة. كلب و... لا قتل القتيل بيمشي بجنازته تمام بيقتل القتيل بيمشي بجنازته والله قديش رجعنا 9 7 يا حرام 8 حبيبي كنا 8 ايوه يلا معلش معلش حسسناك هيك في امل صح لا لانه شفتك شلون تضايقت كثير مزبوط مزبوط حرام ثلاثة هلا ببعتها بعتها فخاري كسر بعضه عشرة مركز مين؟ خلاص
خلصنا. لك ياسمين انا بس بدي اعرف انت شو جابك لهون؟ جيبوا لنا ناس. علينا بقى هلا نطين هلا بنرجع نتحفك يا خلاص. ست ايدين بالطبخ بخربوها؟ كتر الطباخين بتتزع الطبخة. انت هيك صار يا حرام، انت جيت اعطيك دخل في الخيط. اعطيك دخل في الخيط. انا عم اقول انا عم اقوله بالعامية. يلا اخر واحد رح اعطيها هيك. يلا يلا اساسا رح اعطيها هيك، شو هاي؟ و؟ احكي ولا ما احكي؟ تعرفها؟ لا. قصة. لا. القطوة بيهرب من العرس؟ مظبوط مظبوط. عن جد عم تحكيها؟ بس انا اصلا ما بعرف لهمتها. ايه سبحان الله والله العظيم. انا فكرت انه بيقطع ليلة بيقطع راس القط من اول ليلة او هيك. لا شو بيقولوا؟ لا لا يلا اعطيك فرصتك تعرفي ولا لا؟ شو؟ عم تنقلها هي اوب. وقفوا شوي هون، وقفوا شوي. عرفت شي مثل الأطرش بالزفة. مثل الأطرش بالزفة. مظبوط. نقلت لمين؟ نقلت. أنت كمان سمعتها مثل؟ لا تكذب ما قال لي غير مثل. أنت كمان سمعتها؟ أنا اللي عرفتها. قديش نتيجة؟ ساعة لنا اثنين طن 11-10. دق الباب تسمع الجواب. صح؟ صح؟ اللي بدق الباب بيسمع. لا بقول لك هي اللي بدق الباب. هيك كنت انا قلتها بالحاله. شو عادي؟ عادي 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 عن جد عادي. شو عادي؟ وين عادي؟ انا كنت بدي اقوله بعرفه يعني. بس شو صار؟ ما قلتي يا فشلو. فزت عليكي، رجعنا الفوز، رجعنا لسلسله الفوز وما عاد وجه ياسمين في اسرع. فوز مين؟ شو يا حرام؟ الفرق نقطة. هو نقطة يعني شو؟ عمل لي فيها قضية. ربع نقطة. مين فاز؟ لك يا أخي لو في جائزة والله العظيم كنت زعلت. لو في جائزة في شيء. أحلى جائزة اللايك تبعكم. أحلى جائزة والله. ما تحطوا لايك. أصدق. بدنا نوصل لأكبر عدد ديسلايك بهذا كل اليوتيوب يعني، بدل ما تحطوا لايك حطوا ديسلايك. بدنا ديسلايك، بدنا ديسلايك أكثر من لايك. أوكي. أنا بتقول لهم شيلوا الاشتراك. الغوا المشاهده. اوكي اصدقائي لهم بكون خلص الفيديو تبع اليوم، شكرا كثير لوقتكم. كتبوا لنا بالتعليقات شو الشغلات اللي عرفتوها والشغلات اللي ما عرفتوها. لا تنسوا اللايك على هذا الفيديو، واللي ما مشترك بالقناه طبعا يشترك. اشوفكم بفيديو جديد قريبا ان شاء الله. احبكم يا الفشله. ديسلايك ديسلايك.